Gnome Talks. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا ومرحبا بكم متابعي جنو توكس. إصدار جديد من برنامج التعديل على الفيديو أو إنتاج الفيديو أو برنامج المونتاج أوبن شوت تحت إصدار 2.4.4. هذا الإصدار يعد مطوروه بأنه أتى بتحسينات كبيرة في ما يخص الكي فريم. فنقوم بتجربة الأمر على أن نتطرق في حلقات قادمة إلى تقنيات أخرى لعمل البرنامج. هذه هي واجهة البرنامج: Property, Project File, Video, Preview و Timeline. هنا Project File كما ذكرنا و Translation أي الانتقالات و Effects أي المؤثرات. بالنسبة للبروبيرتيز، لمن لم تأتيه بشكل افتراضي يمكن أن يفعلها من خلال عند تحميل الصور أو مقاطع الفيديو التي تعمل عليها. أنا مثلا سأحمل مقاطع صور موجودة في Picture، قم بتحديدها ثم Open. من خلال هذه الصور أضع مثلا هذه الصورة في Timeline ثم أختار Property. ستظهر القائمة ويمكن أن تعمل على أي صورة بعدها أو أي مقطع تود العمل عليه. مبدأ التايملاين هو وضع مجموعة من الأماكن في مقطع فيديو أو صورة تضع بها مؤثرات للانتقال من فترة زمنية إلى أخرى. مثلا هنا هذه الصورة نريد أن تكون بهذا الشكل، لكن نأتي عند وصولها إلى هذا الزمان وهذه الفترة الزمنية تصبح بهذا الشكل. مثلا نقوم بتحديد هنا Share X، مثلا نقوم بجعلها بهذا الشكل لتقريبها. نختار Transform ثم نقوم بسحب هذا الجانب ثم تكبر الصورة. هنا مثلا سنقوم بتشغيل المقطع. كما تشاهدون التايم لاين او الكي فريم ياخذ الانيميشن او الحركة التي عملنا عليها، وبهذا الشكل يمكن ان تعمل على الكي فريم. هناك مشكل بسيط تم حله في هذه النسخة، او لا ادري ان كان في النسخة الاخرى لكن اكتشفته في هذه النسخة، أظن أنه من التحديثات الجديدة. مثلا أردت الرجوع إلى الكي فريم الذي عملت عليه، لن أستطيع ذلك، سينتقل من أقصى الطرف إلى أقصى الآخر. ما الحل أو ما يمكن أن أعمله في حينه؟ سأقوم بالتراجع عن الكي فريم من خلال Ctrl Z. مثلا نأتي إلى هذا الكي فريم، إلى هذا المكان أو هذا التوقيت بالذات، نقوم بتحديد حركة أو إفكت معين مثلا بهذا الشكل، نختار زوم بهذا الشكل. يمكن كتابة رقم مثلا 3، سيتم تكبيره بها. قبل أن تحرك المؤشر تضغط على هذا الزر وهو Add Marker. عندما تضيف ماركر يمكن أن تحرك من خلال أو يجعل ذلك الماركر هو نقطة انتقال المؤشر. هنا لن تضيع أو لن يضيع مكان وضعك للكي فريم. هنا نرى الانتقال بهذا الشكل. هذه واحدة من ميزات الكي فريم الجديدة في البرنامج. على أن نتطرق في قادم الحلقات إلى الترانزليشن وبشكل أكبر للكي فريم وكيفية وضع مؤثرات وانتقالات ما بين صورة إلى أخرى أو من بين مقطع إلى آخر. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد غطى ولو جزء بسيط من طريقة عمل الكي فريم على أوبن شوت. شكرا لكم وإلى اللقاء.